طبعا علي الحبسي هو مثال للاعب الخليجي المحترف اللي اجتهد واللي جاهد علشان يوصل اللي وصل له. وعلي كان يشرفنا كلنا كخليجيين بشكل عام في مشاركته في البريمير ليج، وهو اللاعب الخليجي الوحيد اللي شارك في البريمير ليج، وهذا بحد ذاته هو انجاز ويمثلنا كلنا كخليجيين. من اول يوم شفته كان معانا في المعسكر الخارجي في النمسا، وهو علاقة أخوية، علاقة فيها تواضع، يحاول ينقل كل ما يملك، كل يعني ما أخذه من تجربته الاحترافية الأوروبية لجميع الحراس. وأنا يمكن أقول محطاته كلها يعني كانت يعني نفس النوعية هذه، زي ما قلت لك صراحة كان فيه تواضع، كان فيه عمل، يعني ما يأس، يشجع زملائه كثير، يساعدهم دايم، ينقل خبرته دايم لجميع الحراس الموجودين. فيعني أهنيه وأشكره يعني على اللي جالس يسويه. حارس عملاق صراحة، يعني نستفيد منه كثير. طبعا هو أكبر مني فأنا اللي راح أستفيد منه، وأتمنى له التوفيق في حياته الكروية، وأيضا في عمان ما شاء الله يعني عامل هذه مدرسة علي الحبسي، يعني ما شاء الله يعني مدرسة على مستوى عالي، دائما احنا نتابعها ونعرف أخبارها، ونتمنى له التوفيق وأنه يحقق إنجازات أيضا مع نادي الهلال، وأنه يعتزل أيضا في نادي الهلال. وعلي يملك من النضج الخبرة والشيء الكبير، وهذا اللي يخليه دائما يكون جاهز في أي وقت ينزل فيه الملعب. احنا شفنا مباريات كثير عدت علينا، علي كان نجم مباراة، علي كان سبب بعد توفيق رب العالمين في انه الهلال يحافظ على نتيجة المباراة بالفوز، كان سبب في انه يعني يشيل اهداف عن الهلال، وهذا كله ما اتى الا من قوة التركيز، من حبه انه يكون عامل ايجابي ما يكون عامل سلبي. فانا غير مستغرب يعني اللي قاعد يصير من علي. والله شوف يعني علي الحبسي مثل ما قلت لك اول شيء اسمه بيكفي يعني هذا الشيء، الاسم بيلعب دور. هو ما حضر كان في اسيا، بتعرف من ضمن الاتحاد الاسيوي 4 محترفين ونحن في الدوري السعودي 6 محترفين، فما كان له الفرصه. بس ما شاء الله في الدوري عم يبدع، كل مباراه بيلعبها دائما عم يكون موجود، ما عم يكون في فرق بينه وبين المعيوف، اللي عم يلعب هو اللي عم يعني الصراحه ما عم نحس في فرق. مثل ما قلت لك حارسين كبار، فكان جهده كثير عالي مع الفريق يعني، وله بصمه يعني مسيرته والشيء اللي وصل له علي ما كان سهل، يعني انك كلاعب عربي والطموح اللي كان عنده صراحه جدا عالي، يعني انا اهنيه على هذه النقطه. مو اي لاعب، مو اي شخص يعني يعمل الشيء اللي عمله على الحبسي، انك تطلع وتروح ل راح بدا بالنرويج، بدا من الصفر فعلا، والمعاناه يعني دائما حكينا انها كانت معاناه جدا يعني صعبه، ولكن بالصبر والمثابره والطموح شوفنا علي ما شاء الله الآن من أفضل الحراس يعني الموجودين عندنا في آسيا، ويوم كان في بريطانيا أيضا قاعد كان يقدم مستوى جدا ممتازة والكل كان يشيد فيه. صراحة علي الأخ والصديق الوفي المتواضع جدا صراحة، وأنا معجب كثير في تواضعه، ومعجب فيه في شغفه. في كل مرة في بعض اللاعبين يحتاج أوقات، هو في كل يوم يبين لنا أنه لاعب كبير، أنه ما وصل للمستوى هذا يعني من صدفة، يعني يعمل وتواضع كبير. فالله يسعده ويوفقه إن شاء الله. والله أقول الله يوفقك ويسعدك دايم، ومهما كان إحنا مبسوطين فيك أن إحنا نشوفك كل يوم ونتمرن معك، وتواضعك الصراحة، فألف شكر لك، والله يكثر من أمثالك يعني.